انا تاني سألت عمر ما عطاني رأيه، خربطنا على مهيت. راح اخذ من هذان ومن هذان. وش خليت النوب؟ خليت من هذان بس على شكل زهري. هذا ما لنا علاقة برمضان بس لازماتني. بنات عجبني هذا بالداخله. بنات عجبتني هاي، ما اعرف ليش اقدر اسوي بيها زينة. مرحبا شباب وصبايا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. الله يسعدكم كلياتكم. اليوم حابه اني اشارك معاكم فيديو. طبعا انتم تعرفون كل ما اسوي افتح جديدات شغلات بسيطه، كل ما تجينا مناسبه احب اخليها تفاصيلها المهمه. اليوم طلعت على السوق، قلت لحالي راح اشوف اذا منزلين شغلات تخص رمضان وتخص الشهر الكريم، ان شاء الله راح اشتري. ما اعرف منين راح ابلش، هذنا شغلات من رمضان الماضي راح اعرف الا اخر شيء، لانه في شغلات تاني وصيت عليها من رمضان الماضي عن طريق النت ما وصلتني لاخر 10 ايام من رمضان. يعني انزعجت والله، قلت لحالي خلاص من اليوم ما راح اشتري عن طريق النت، اذا شفت شيء بالمحلات عجبني راح اشتري. ما اعرف منين راح ابلش، راح ابلش بيه شغله شغله، هن ما هن كثيرات بس بنفس الوقت تفاصيل مهمه. راح ابلش من طقم النص صحن هذا ولا بس. طبعا رايكم كثير مهم بالنسبه لي، اعطوني رايكم بالشغلات اذا حلوه ولا مش حلوه. التسعيره الساعه علي، هذا الصحن حقه 10 ليرات لانه التسعيره للساعه علي. طبعا طبقت التطبيق بس هنا تقريبا نفس الرسمه. جبت هذا الصحن مشان الرز، عجبني مدري ليش، حسيت يعني كمية الرز اللي تنحط بيه جيدة، مو صغير ولا هو كبير. مثلا هذا النا ينحط جنبه مشان سلطة او مثلا حامض او هيك شغلات ينفع، حلو صح. هذا النا جبت كعينة مشان اشوف شنو الشغلات اللي جبتها، مع انه انا اتوقع انه اني اخر حدا يجيب هاي الشغلات. عارف راح تقول لي ها هاي الشغلات احنا عندنا اياها من 50 سنة، اني لليوم لا لقيتها وجبتها. جبت هذين، ما اعرف اذا راح يبين عليكم ولا لا، راح احطهم على الكاسه ويبين. الفراشات والشغلات اللي نحطن على الفناجير وقت نحط بيهن قهوه. وين هذا انا واحد يزبط معاه، خلينا نحط حمرتها تبين. شايفات يا بنات، راح خلينا نحط غير لون مثلا، شيء يكون فاتح لحتى يزبط مع الكاسه بس ثاني تتبين اكثر. شوفن حلوه صح. مثلا هين بس هاي حسيت هذنا الكبار راح يزبطن اكثر، هذنا شغل عصاير، هذا ما ينحطن على فناجين القهوه. خلينا نحط هاي الخضره، شلون حلوه. الها عمر يقول لي شغلات تافهه بس والله حلوات، وقت ان نحط العصير راح يبين الحلوات. نجيب الشغلات الثانيه، هاي مثل نعلقها على الحيط او راح نعلقها بشي مكان، هذا بس نزين البيت يعني. الحم احنا فاضيين لانه الفيديو يصير طويل، بس نزين البيت يبين عليكم مكتوب عليها شي يخص رمضان. اي لاينر، هاي الفراش اللي قلت لك لازماتني كثير، ما اركز على هالشغلات، انا حركز على شغلات البيت اكثر. هذا مضبات شعر الثريا لازماتني. هذا فانوس رمضان حسيته ملائم اكثر شيء، يعني بيه شغلات بلور بس ما اعرف ما عجبتني، حسيت هذا بس نحط بيه شمعه تكون كبيره وتكون الضوء شوي خافت يعني راح تطلع كثير حلوه. ثاني ندخل الشمعه من هين، لازم نحط بيه شمعه كبيره لي يطاج اكثر. شوف المحلاها تسكر غير شكل.
ما هي الصينية دارجة موضتها يا بنات، ده اشوف يعني كل البيوت مشتري منها، مع انه هي مو بلاستيك صايرة، بس محلاها حسيتها خفيفة وبنفس الوقت وقت يجينا ضيف يعني حلوة، خصوصا يعني عفشي صاير بيه لون ذهبي كثير، فرح تطلع حلوة هيش للقهوة يعني اكثر شيء. حلوة ولا لا؟ المحل عمر عجبه ركن القهوة المربع، بس هذا هو ما يعتبر ركن قهوة، بس بنفس الوقت حسيته حلو يعني بزاوية المطبخ. بس اريد اجرب شغلة لانه لسه ما جربت. شوفن هين فنجان وهين فنجان وهين فنجان وهين فنجان، يطلع الحلوات صح. ما لقيت لون ابيض، بس الخشبي زاد حلو يعني يزبط يعطي على ذهبي. هذا زاد من ضمن المشتريات، مشان الفرن، بس مع الاسف يعني انا بعت الفرن اللي عندي لانه كبير ومضيق عليه المكان، لازم عاد اشتري فرن قبل رمضان ان شاء الله. قبل رمضان اشتري فرن مشان تعرفين انتين رمضان واحده ما عاد فرن مصيبه. هاي ما بعرف شيء، هاي بلا ما تشوفونها وصله. ثم هنا احسن شغله ما اعرف يعني اكثر شيء حبيته من ضمن المشتريات هاي، وهاي لسه راح اشوفكم اياها. اما هذه شغلات بسيطه يعني، بس هاي البردية تبع الإضاءة عن جد يعني أنا كنت أقول إذا ألاقي منها بدي أشتري، بس ما أعرف إذا شغالة ولا لا، رح نخربطها عادي. بدي أجرب أشغلها. هاي لا تتركب على البرادي لا تبين علينا، هذا شكلها صاير على شكل نجمة وهلال يعني، حتى حلو حلوة حتى لو مو وقت رمضان يعني. المهم انها طلعت شغالة وهي كانت شغالة عند زمان. اهم شي انها ما تخرب. ايه هاي يا بنات، هاي جد حبيتها وحاسة انه راح يطلع ديكور حلو، بس اركبها واظبطها سهلة. بس هي يعني بالمحل شفتها مركبة عجبتني الصراحة، قلت لحالي لا هاي تنفع لشغل ديكور رمضان وهيش، وقت تحطين عليها صحن تمر وشي يكون فواكه مجففة، شمعة وجوز احط عليها هذا زيت، هذا زيت تطلع حلوة. راح اشوف عجب عندي عبقرية اني اركبها ولا ما مو شكله. لا مو شكله. مو شكله خالص. مدري ليش حسستني بخيمة رمضان، بس أنا راح تشوفينها يعني وقت أحط عليها الشغلات اللي ناوية إني أحطهن تطلع حلوة. نزغرها مثلاً، شوفين حلوة صح؟ قول لي يعني أنا ما أشتري شغلات مي لازمة، إن شاء الله تطلع حلوة ما نتبهدل. هذين هن الشغلات اللي اشتريتن؟ هذا الناي عندي زينه يعني من قبل، انا قلت لك اشتريتهم يعني جزء باينه بالفيديوهات وجزء ما باينه حتى، لانه وصلني اخر رمضان، فانا ضبيت قلت لحالي نضلنا عايشين رمضان الجاي ارجع احطهم، ليش يعني انما ما تهنينا بيها. نجمه وهلال والمدفع، هذا الناي نحطهم بلغ شبه مع حلوات غير شكل يعني، حتى رمضان هذا ما حسيتهم منزلين شيء احلى من هيك يعني، ما شفت. ومكتوبه بالعربي زاد، بين عليكم هيش ايه ماني قالبتها يتثبتن هيش على الطاولات. هذا النزاد راح احطه مثلا هيك، يعني هو ما راح ارتبن هيش، بس انه عينه انه شلون راح يكون شكلها، هاي راح احطها هنا شكل ان شاء الله، ما اعرف على حسب، ما راح اغير بالبيت لسه يعني، لازم اسوي لي شويه تغييرات. وهذا زينه رمضان القديمه، زاد وقتها ضبيتها ما انه كبيتن وخربتن، قلت لحالي اذا يعني جوز ما ينزل شيء احسن، اذا لزمتن احطن واذا ما لزمتن جوز ما احطن. شغلات بسيطه ماني حابه اني اعجق، خصوصا يعني قدامي ولاده وجوز تجيني ناس وشي، فتعرفين انت الوضع شلون راح يكون. فحبيت اشارككم هذا الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، واذا اشتريت شيء ثاني زاد راح اشوفكم. يا الله يسعدكم، لين نقولكم مع السلامه، نشوفكم على خير.